أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. القرآن حق من عند الله. يقول الله تبارك وتعالى: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يبين الله تبارك وتعالى إعجاز القرآن، وسبق أن ذكرت معنى المعجزة، مأخوذة من العجز، وهو أن يحدث الله على يد رسوله أو بطلب من رسوله أمرا يعجز البشر أن يأتوا بمثله. فيدل هذا الأمر على أن الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل هذا الرسول، وأن هذا الرسول صادق. فلذلك لسان حال معجزة كما يقول العلماء، كأن الله تبارك وتعالى يقول للناس: صدق عبدي فيما يبلغ عني. هذا معنى الإعجاز. والذين يكفرون بالقرآن إما أن يكذبوه صراحة فيقولوا: هذا من صنع محمد، محمد كذاب، هذا القرآن ما هو من عند الله. وأما أن يكذبوه عملا فلا يطيع القرآن ويتنكر للقرآن ولا يطيع الله ولا رسوله، إنما يطيعون الآلهة والأرباب. فهؤلاء كأنهم يقول، لسان حالهم يقول إن هذا القرآن كذب وليس من عند الله. فالله يتحداهم ليثبت لهم إن كان هذا القرآن من عند غير الله وهو مفترى على الله، افتروا مثله لا مثله. هنا يتحداهم بعشر سور مثله مفتريات. أم يقولون افتراه، أي بل يقولون افتراه، أي افترى محمد هذا القرآن وهو ليس من عند الله، هكذا يدعون، هكذا يدعي المشركون قديما وحديثا بلسانهم أو بلسان حالهم. قل لهم: يا محمد ويا من آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم، إن كان الأمر كما تزعمون فأتوا بعشر سور مثله، مثل هذا القرآن، مفتريات، وإنكم عرب فصحاء تتكلمون العربية. والآن في العصر الحاضر عندنا في الجامعات أقسام خاصة للغات وللغة العربية وفلسفتها، فضل اعملوا مثل هذا القرآن، ليس فقط من الناحية اللغوية بل من الناحية اللغوية والعلمية والإخبار عن المغيبات. أبدا لا يستطيع البشر أن يعملوا ذلك. يتحداهم القرآن ويقول لهم: وادعوا من استطعتم. في الآية الأخرى قل: لا اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا، حتى لو استعانوا بالجن والشياطين لن يستطيعوا أن يأتوا مثل هذا القرآن، لأن هذا القرآن كلام الله وكلام غيره ليس ككلامه أبدا، ليس كمثله شيء. إن كنتم صادقين من أن هذا القرآن هو قول البشر فأتوا بعشر سور لا أكثر. فإن لم يستجيبوا لكم، إن لم يستطيعوا يستجب هؤلاء المشركون قديما وحديثا لكم يا محمد ويا من آمن بمحمد، لكم جمع يعني أنت يا محمد ومن آمن معك، إذا لم يستجيبوا لكم لما تدعوهم إليه لعجز الجميع، اسمعوا معنى المعجزة، لعجز الجميع عن الآيات، عن الإيتاء بعشر سور مثل هذا القرآن مفتريات، عشر سور يعجزون. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله،
يعني اعلموا أن هذا القرآن إنما أنزله الله على رسوله بعلمه وليس من قول البشر. واعلموا أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا هو، يعني اعلموا أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، لا طاعة ولا عبودية ولا ألوهية إلا لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى عما يشركون. فالذي يعبد ويطاع بحق هو الله وغيره باطل. أما ما تدعون من دون الله وتطيعونه من دون الله وتعبدونه من دون الله فهو ليس على حق، وقد قامت الحجة عليكم، فأسلموا لله وأخلصوا له في الطاعة فيما أنزل على رسوله. ثم يقول سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. الإنسان يا إخواني ينحرف عن طاعة الله إلى طاعة غيره لأنه يريد أن يحقق الدنيا ويظنها كل شيء، فينحرف عن الحق من أجل أن يحقق مصالح في الباطل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم لا يظلمون وهم فيها لا يبخسون. وما أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن من كان يريد بعمله الذي يعمله في الحياة الدنيا يريد الحياة الدنيا فعمله باطل وليس له في الآخرة نصيب. هذا باختصار كيف يكون يريد بعمله الحياة الدنيا. دخل إنسان ليصلي في المسجد ولكن لا يريد أن يصلي ولا يصلي هو، إنما دخل ليتجسس على المصلين فوقف بينهم يصلي، ثم يكتب تقرير للأمن الفاجر من جاء للصلاة ومن عمل فيها ومن قال كذا ومن قال كذا. فهذا دخل في الظاهر يصلي عمل الصلاة ولكن لا يريد وجه الله، إنما يريد أن يأخذ أجره من الجهة التي أرسلته ليتجسس. لاحظت المثال: يريد بعمله الدنيا. من كان يريد الدنيا الحياة الدنيا وزينتها، بده يحصل مال فقط ما بهمه، قال على فلان قال كذا أخذوه ذبحوه ما أهمه هذا، هو يهم الذي يهمه أن يحصل الدنيا. أضرب لكم مثال آخر: رجل يأتي إلى عالم من العلماء له إخوة وتلاميذ وكذا يحضرون دروسه ويستفيدون منه، فيأتي ويظهر المحبة والمودة لهذا الشيخ ودعاه أكثر من مرة، هذه حصلت من 40 سنة تقريبا، فسألته مرتان: يا أخي أنت كنت مالك دين ولا كذا والآن كمان يعني في تعاملك غير جيد، يعني أنا بنصحك. قال: لا لا إن شاء الله إن شاء الله. قلت له: ليش عم توظف عند الشيخ؟ خلينا نحكي بصراحة. قال: والله شيخي أقول لك الحقيقة. قلت له: تفضل إن شاء الله عليك. قال الشيخ: له كذا ألف مريد وأنا عندي مكان محل أبيع فيه، فإذا جلست بين مريدين وعرفوا محلي إذا جاء نصفهم فقط صاروا زبوناتي بربح ربح عظيم. إذن هذا جاي مشان الربح لا مشان الشيخ ولا مشان يتعلم. فهذا في الظاهر جاي يتعلم وبحضر درس الشيخ ويمكن يبوس إيده، صراحة أنا ما أحب أحد يبوس إيدي، ويتظاهر أنه من المحبين وأنه من المستفيدين وأنه من المطيعين وأنه يتعلم أمر الله ورسوله، ولكن في الحقيقة جاء من أجل أن يأتي طلاب الشيخ ومن يدرسون عند الشيخ ويتعلمون عنده حتى يصيروا زبوناته فيستفيد منه. إذن أراد بعمله هذا الله مخلصا أم أراد الدنيا؟ انتبهوا للأمثلة. من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها فقط، ما يعمل الآخرة،
ما يفكر أنه سيحاسب على الآخرة، يستقيم كما أمر الله في البيع والشراء ولا يربح ربح فاحش، وما يأتيه من رزق حلال يرضى به. لا، ما يفكر في هذا، يفكر كيف يحصل الزبائن بجيب مال، فهذا في الآخرة له نصيب، يأخذ أجر على العلم الذي تعلمه عند الشيخ، وغالبا هذا ما يتعلم شيء لأنه ما فكره في قال الله قال الرسول الذي يقوله الشيخ، إنما فكره في أن يربح، يسلم على المريد ويعرفه بحاله حتى يجي لعنده، أنا فاتح دكان في المحل الفلاني أهلا وسهلا. أما إذا بشكل طبيعي جاي مخلص لله ليتعلم، ثم عرف الناس أنه إنسان جيد واشتروا من عنده، هذا أجره محفوظ في الدنيا وفي الآخرة. أما المثال عبد ربكم إياه، الرجل يقول هو جاي لعند الشيخ من أجل أن يأخذ من زبوناته، لو جاءه نصف الزبائن لكان ربح ربحا عظيما واستفاد، وهو يغش أيضا مع الأسف، يعني لا يطيع الله فيما يعلمه إياه الشيخ. إذا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون، البخس النقص يعني لا ينقص من عمله شيء. قال ابن عباس رضي الله عنه إن أهل الرياء، الرياء كلمة رياء مأخوذة من الرؤية، يعني يعمل العمل ليراه الناس لا ليأخذ أجره عند الله، كما قالت لي إحدى النساء توفت رحمة الله عليها صلاة في دار الحق إن شاء الله مستقيمة على أمر الله ولكن تقع في بعض الأخطاء، قالت لي لولا الغيرة وكلام الناس ما انداست بلاد الحجاز، اللي رايح على الحج أو اللي راح على الحج غيري لأنه حماتها راحت أو بنت حماها راحت أو ضرتها راحت أو سلفتها راحت وهي ما تروح، شلون ما تروح؟ لازم تروح مشان أنه يقرأ، هذه حجة غير مقبولة. أو كلام الناس شان يقولوا عنا حجة، حجة ما مقبول، هذا الرياء. من كان يريد حياة الدنيا وزينتها، يقول ابن عباس إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا، يعني الأعمال اللي بيعملوها في رياء بياخذوا ثوابها في الدنيا، الله بيعطيهم صحة بيعطيهم مال بيعطيهم رزق، وذلك لأنهم لا يظلمون نقيرا. النقير النقرة في شق النواة في آخر النواة التمر، في هيك نقرة صغيرة من الرشيم اللي بتنبت منه النخلة، لا يظلمهم الله بقدر هذه النقطة أبدا. يقول ابن عباس من عمل صالحا التماس الدنيا، يعني من أجل أن يصل إلى الدنيا، صوما أو صلاة لا يعمله إلا التماس الدنيا، وفيه الذي التمس فيه من الدنيا من المثابة، يعني بعطيه ثوابه في الدنيا من رزق من صحة، وحبط عمله الذي كان يعمله، صلاته غير مقبولة صيامه غير مقبول لأنه ما صام لله، صام شان يقولوا عنه صائم، صام شان يسوي رجيم، ما من أجل أن يأجره الله، ولكن إذا صام بإخلاص طاعة لله يأجره الله وقد ينفعه الرجيم، ولكن من صام من أجل الرجيم فقط لا امتثالا لأمر الله لا يقبل صومه، وهو في الآخرة من الخاسرين لأنه ما يجد عمل يدخله الجنة. وقال أنس والحسن رحمهم الله نزلت في اليهود والنصارى، وقال مجاهد تلميذ ابن عباس نزلت في أهل الرياء، والمعنى كله واحد، كل من عمل عملا لا يقصد فيه وجه الله ولو كان هذا العمل كما أمر الله تبارك وتعالى في كتابه ومحكم تنزيله، ولكن لا يستفيد منه في الآخرة لأن الله يقدم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال قتادة من كانت الدنيا همه ونيته وطلبته، يعني هي التي يطلبها فقط، جزاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها، يعني لا يعطى شيء في الآخرة لأنه ليس له حسنات، يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا، يعني الله بيعطيه الرزق والخير والصحة إذا شاء ويبتلي ما شاء، يجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. ما بتسمعوا العامة عندنا قديما يقولون أجر أجرة، فالذي يعلم الناس الخير مخلصا لله ويعطونه شيء من الأجر، مثلا هدية أو شيء بدون طلب منه ولا
تلميح ولا تصريح ولا قصد منه، هذا جاء من عند الله أجر في الدنيا وأجر أيضا في الآخرة، فهذا ما يقولون عنه أجر وأجرة. أيضا من يستقيم على أمر الله يتعامل معه المسلمون ويحبونه ويستفيد منهم علاقاتهم وكذا، فهذا أجره في الدنيا وأيضا له الأجر في الآخرة. أما إذا كان يعمل من أجل الناس فقط ليس له في الآخرة شيء. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني بده الدنيا مو يحسب حاله وحصل الدنيا على كيفه، لا، حسب مشيئة الله وإرادته. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني كان عمله موافق لما أمر الله ورسوله وكان هدفه أن ينال أجره عند الله، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يعني بإخلاص بإيمان عن إيمان بالله، فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن العمل كما يقول ابن كثير وغيره له شرطان حتى يكون مقبول. الشرط الأول أن يكون موافقا لما أمر به الشرع، لما أمر به الله والرسول. أمره بالصلاة فصلى صلاة تامة بشروطها وأركانها من الطهارة والخشوع وكذا. الشرط الثاني أن يكون مخلصا لله، يعملها لله لا ليراه الناس شوفوا هكذا واقف بشكل معتدل ويمدحوا والله فلان مصلي. وهؤلاء غالبا ما ينكشف أمرهم على الناس في الدنيا، لأنهم يظهر منهم الفساد في الدنيا قبل الآخرة. هاكم حالة توضيحية لذلك. أحد الأشخاص كان له شخص يتقابلان في المسجد دائما ويتعارفان ويتحابان، وهذا المهندس أحدهما مهندس عنده بيت وساكن بده يعمل في الطبقة في سد الطبقة. عم بحكي له لصديقه هذا في شهور الجامع، قال له والله أنا ما عندي بيت، الله خليك إذا كان تعطيني بيت. قال له عفشي، قال له حطه بغرفة أعطيني بقية البيت أسكن فيه وبعطيك إجرته. قال له ما بهمني إجرته، قال له لا بعطيك إجرته. قال له إيش؟ أعطاه شيء رمزي، وضع عفشه بغرفة وسافر وهذا سلم بيته. قال له بقى إمت ما جيت أعطيني خبر رأسه فضيلك يا. بعد سنتين يرجع لبلد الرجل، قبل ما يعني ينتقل يرجع لحلب بشهر أعلمه، قال له يا أخي أنا بدي البيت لأنه دطل. قال له أنا بيت هو دبر لك بيت تاني يا أخي، البيت بيتي، حطيت البيت الحفش بغرفة وما بعرف إيش وإلى آخره. قال له ما بطلع أنا مستأجر وما تحسن طالعني. لك يا أخي أنت مالك مستأجر، أنت نحن تعرفنا بالجامعة وعطيت، قلت لي إمتى بتجي أرجع بيتي هذا وين أروح؟ وحتى العفش قلت لي حطه بغرفة، أنت يعني اعتبرني ضيف عندك وإلى آخره. قال له أبدا، العفش بطالع لك يا بكرة، طالع العفش قلت له في الجنينة. هذا مصلي يصلي لله، عندما يقول في الصلاة أو يسمع الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين، هل هذا يعبد الله ولا يعبد مصلحته؟ المفروض أنه لو طلع على الشارع يسلمه بيته يرجع إلى بيته. أي دين هذا؟ أي صلاة هذه؟ ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه عندما في تعامل من التعاملات قال لرجل ائتني بمن يعرفك، فذهب وغاب قليلا ثم جاء إليه فقال هذا يعرفني. قال له أتعرفه؟ قال نعم. قال هل سافرت معه؟ حتى شوف يعني عاداته وتقاليده وطاعته لله أمام الناس وغيره، هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل عملته بالدينار والدرهم؟ شوف بيأكل مال الناس ولا؟ قال لا. قال له اذهب فإنك لا تعرفه، اتني من يعرفك. فالإنسان يا أخي لا يظهر إلا على المحك، أما مجرد ما يجي ويقبل إيد الشيخ ويصير كذا قد يكون صالح ما في شك وطيب ممتاز، ولكن يستوي هو ومن يفعل ذلك رياء. قد ترى الرجل يصلي ويحني رقبته وكذا
تظاهر بالخشوع وهو لا يعرف الله ولا رسوله، يمتنع عن الحرام لأنه ما صح للحرام. واحد من الناس كان يقول لي كرم أخلاق مني ما عملت كذا، عن تعامل بينه وبين شخص. قلت له كرم أخلاق ولا لأن الثعلب قفز على عنقود العنب ما وصل؟ الله لا يجعلنا في الحرام نصيب. قال يعني إيش تقصد؟ قلت له صح لك تصل إلى ما تريد وما وصل أخذت. سكت. قلت له أنت تعزم على أخذ الحرام ولكن لما ما صح لك قلت كرم أخلاق من جب لسأل حالك جاب. طيب القضية عند الله والله يعلم ما في قلبك، ليست القضية أن ترضيني، إنما القضية أن ترضي الله ورسوله بطاعة الله ورسوله وبالإخلاص لله في العمل. الحمد لله رب العالمين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.